سيد جاي يتورط بيه، ها؟ جاي يتورط بيه، اسمعك شلون ابو حسين؟ اقول لك جاي يتورط بيه سيدنا. لا لا، هاي يمي يمي معلقين عليه يردون، مدري يا قصيده بس ما عرفتها. ايه اقول لك اشوفها تقول انا ما اشوف التعليقات، يعني انا قصدك. لا لا مو هاي هنا، اخذت هذا التليفون مال صديقي. ها ها على عباس يقول لك معدل السيد الله يشهد. من هو من هو؟ عباس. على عباس. عباس الله يحفظك ان شاء الله يا بعد روحي ابو حسين الذهب، كل شويه احبك انا علاوي. متابعين ان شاء الله موهبه تخدم العراق، وهنيانا بيش ان شاء الله جيل يرفع راسنا، يعني رغم المشاكل والتخندق شويه، بس ان شاء الله نطلع من هاي الاجواء وندخل باجواء رياضيه حلوه وترجع الامور ان شاء الله المجاريها. ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظهم ان شاء الله، فرحون شعبهم دائما ننتظرهم احنا. بس هنا اكو سؤال انا اتوجه لك، يقول سولف لنا على اجواء 2011، يعني كاس اسيا 2011، كاس اسيا اي هو خسرنا ويا استراليا بالوقت الاضافي اتذكر دقيقه 119 اكو لاعب ويانا السيد، انا اذكرك بهاي اقول لك هاي الشغله، اكو لاعب ويانا اسمه مثلا خالد لا تتذكره، لاعب ويانا فتره بالمنتخب. من هو؟ مثلنا اسمه مثلنا خالد كان يلعب بالجويه. ايه اعرفه. بهاي اللعبه ما كان يلعب، قاعد على المصطبه في ملعب السد. ملعب السد هيك ملموم صغير، المدرجات قريبه على الملعب يعني مو بعيده. كل شيء بين الضغط الركوب الاشتراكات ما اعرف شنو، فمن انتهت اللعبه قال اقول لك علاوي، قلت له ها مثلا، قال الله يساعدكم، قلت له ليش؟ قال عمي صاير مخافز هم زين ما لعب ثاني. والله العظيم لعبه مو طبيعيه مال استراليا. ولين ما لعب اكثر واحد قاعد في اطار يا 2007 سيدي 2007 النهائي انا في السعوديه، اكثر واحد قاعد الفوز على السعوديه هو هذا كلش كافي، حتى لو السعوديين فزنا عليهم مثلا انا شو سوي عليهم عادي عادي احنا ما حاكينا عليهم الناس أم إخواننا وأصدقائنا، حياتنا للشعب السعودي وكل إخواننا البلدان العربية اللي متابعينا، بس إحنا نحكي كرة قدم ما بيش. وين ميم موجود؟ وين ميم؟ هذا صبع ياسر القحطاني، ياسر القحطاني هذا الإصبع. إيه. هذا كذا شلال. سويت لنا مشاكل هاي اللعبة سيد. مالت السعودية؟ اي والله يحلى دم عال، بس الفوز على ايران همين حلو ابو حسين، كلش حلو الفوز على ايران على الاخير. ايه بعد راس على الذهبي هو ميمي. ها كفو شلون على عباس؟ اي على عباس يقول لك راس ميمي والله وكفو وميمي. مهند علي موجود اعتقد مو؟ ايه موجود موجود، وينك ميمي حبيبي؟ كل هلا ميمي حياها الله، يمكن اربع ايام هيك. شلون؟ اقول لك هلا يا ميمي ناسيني، علاقات تعبانه. ها اخوي بعد صار وربي صار كل احنا ناسيين صار راح البرتغال وخلاني. ميمي شلونك الحب؟ مشتاق لك ميمي هالايام، ناسين اخوي هالايام، لا اتصالات لشيء، انت لو يوميا تخابر وتسال لو ماكو. حياتنا الكابتن حسين عبد الواحد. ابو علاوي حسين عبد الواحد. الله حسين على رحمة كابتن علي.
لاعب حسين عبد الواحد لاعب الميناء كان يلعب الزاوية حسين علي واحد اي حسين عبد الواحد ابو البصرة بصراوي حسون هذا صديقي هسه يلعب بالميناء حاليا حبيبي كان يلعب بالميناء اشتاق لك والله والله اليوم صايم وتعرف منو يسوي فطور الله يساعدك والله يساعدك واحد علي ميم هالايام خطيه هناك محصور ولحد لا يقدر يطلع ليش بيعطي هو بالبيت هو يطبخ هي خطيه هناك بعد ما ربها وعيته تعبانه لو ضاعتهم شويه تعبانه اي الله يكون بعونهم والوقت ما ادري الامور ما اجت ويا اخ ما صارت عدله يا ما ادري شنو السالفه والله فرحنا قلنا انسان هيك يمثلنا يعني بقطر بعده صغير مستقبل قدامه لا ان شاء الله مستقبله قدامه ونتمنى له التوفيق ونتمنى انه ما يهتم للاعلام والضغط الاعلامي يعني اكثر من اللازم حتى يكون بلعبه مرتاح لان اغلب اللعبات ما شفناه مرتاح وحسين يلعب بضغط نفسي يوم اللاعب اذا يلعب تحت ضغط نفسي يفقد ادائه لكن مهم شوف على انا قصيتي ريحانة ما حافظها طبعا اللي قال لي ريحانة اسف فما حافظها مين شنو اخبارك حب اخبارك امورك شو تسوي ما تسوي شلونك اليوم سيد ما حافظها مو اي والله ناسيها قديمه شنو المشكلة يعني؟ يعني احنا افضل لا لا مو افضل سياد اوروبا كل من الى وقت كل من الى وقت على عباس انت اخويا مدريد لو مو مدريدي على عباس ما ادري يمكن برشلوني ها والله يمكن ما ادري كله برشلوني يا شوف والله طلعت هاي نصبي مو على يا مدري على عباس برشلونه سيد برشلونه طلع لا 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 ما لا لا يا مدريدي طلع مدريدي وميمي شنو مدريدي حلو وبحسين كبير بعلاو الذهب حسين عبد الواحد مشتاق لك الحب
ميمي بغداد على ميمي كل الهلال دي. اوه طلع ميمي، ميمي وياي برشلوني. يا ميمي امورنا بالروبا وياك. لا ميمي لا 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 احنا اختلفنا. شنو شو كل طلعت برشلونه على رحيم انت متفق وياهم؟ لا والله لا، هو الولد برشلوني سنين طلع يشجع برشلونه. علي عباس، علي عباس ريال مدريد شويه برشلونه. شنو ها شويه برشلونه مثلا؟ ما طلع قدام الريال شويه 13 مره وخمس مرات. ايه ايه اعطى فريق الى فريق السعودي ونقول فريق عظيم التعود الذهب استاذ لك. يا طيب شلونك اخبارك امورك؟ ها حبيبي يقول دليني ليحب شي ساولو تايا يا ما احلى تلتوي وتقعد ويا طبعا متورسين بقعدتنا وياكم حسين حبيبي حبيب الذهب. وطلب الاخوه انه نقرا القصيده فيقول دليني لي حيب شي سولو تايا يا محلاتي التوي وتقعد ويا طلت غيبتك شد حوط لي عيون ما منك خبر منا نمينا رد لي يا الما بعتك صار هواي ما شفتك رد لي يا الما بعتك صار هواي ما شفتك صار هواي ما شفتك شفتك ما شفتك. سلامتكم ابو حسين. بديتك بديتك سيدنا ذهب. بعد روحي الله يحفظك ان شاء الله. الواحد المعلق يقول فهد نوري احس يريد يصير رادود بس خايف من الضغط. لا بالعكس احسن له، ما حد يضغط عليه. حياتنا طبعا فهد نوري احطني الريال والخمسه والقصه تنتهي. ربي يستر عليه صوتك سيد مجنون يا بعد قلبي الله يحفظك. الله عليكم يا بعد قلبي الله يستركم ان شاء الله. قصيدتي البارحه ان شاء الله اقراها خادم اكمل هاي المدهوره دهرة تثيرة الله اكبر علام. يعني هاي اغنيتي من الدنيا. اغنيتي من الدنيا واقطع السهر واقطع الجداير. صلاحك اراده ما سيد. سيد صلاح حتى ما رمش. صلاح ما يرمش اليوم ما يوخر اصلا ثلاث ايام يبقى هنا. صدق قاعد اول واحد جاي يخطبون لي مستحيل. ابو حسين ما يشبع من عندكم كابتن عادل حيمه وسيد فاقد اهل البصره على راسي والله البصره لهم محبه خاصه بقلبي الله شاهد اهلنا وناسنا حياتنا لهنا بالبصره كلهم والغالي مرتضى حرب فديتهم. مرتضى موجود؟ لا لا ما موجود. ايه ما مرتضى صلاح صح اي صح صلاح وخال هذا الشمعة سوى خطية تأذى شوي آخر فترة. ايه خليهم تعرف ليش ايه والله اخويا هواية دخل شو سوى بعد ما تقول لي تعويد هذا. أقرض عن الوالد خادم يقول يا صفنا يا غبشتني ايدة وضعن الوارد يا هو الحيدة وينك حبيبي إن شدوني عنك وابتسم وبس أذكري الفرق انثلم وينك حبيبي طحت يا أمك تراجي زلي فلام من قروك
خذوا يا مسجون بخيالي خذوا روح الخذوك كل اللي لاقوني بهجرك يحاجوني شماك بعيوني وين رحليت وين وين رحليت وين يا صبح يا ليلي يا ضحكة وحيلي يا الجلك يدخيلي وين رحليت وين وين رحليت وين حبيتك وادري لي حي بحلاتك ما بجا جيفنك ما تقيل غلاتك جفني الحفظ لونك ظل يبجب شلونك تركته تركته يل تشبه وما تنشبه عينك عشق مين تنتبه لذت البشار من ينعشق وتصير روحك بيده مو مالتي تعيش بلحيت بسندانتي انحط يا ورد ينساك ويعيش ويحب صعب القلب تعويده يلجلك عيوني طولك على جفوني رسمته رسمته يا خويا يا الغالي طولك شغل بالي وعشقته وعشقته عشقته سلامتك ابو حسين حبيبي سيدنا حيم سيدنا سلامتك الاخوه اللي جاي يتابعون كل مره اقول لهم سلامتكم وكل مره اقول لهم حياكم الله بقد على قول سيد نذير بقد الحصى والرمل الله الله سيد حبيبي والله ربي يخلدك سيد حبيبي حيم فهد نوري الذهب حد الله يحفظك يا ابو عبد الله على احساسك الله يحفظ الجميع ان شاء الله اليوم العالم حتى سيدي اليوم العالم حتى للسحور ما تروح خلها براحتك سيد شهداء خلينا نطرح هذه هسه لا يقولون نريد حدي يقول يا راجبا يا راجبا يا راجبا اللي فوق سباكت الريح خذ العمامي خذ العمامي ولابو يا حسين قرطايا هايز قل العليلة قل العليلة قل العليلة تقوم وتطيح وبديارها تظل يا حسين لبايز وين النشامة وين النشامة وين عبّا وهواز قل له عمي قل له عمي ما ترحم أهله ما ترحم الله يا حي يا حي ما ترحم النواز ما ترحم أهله ما ترحم الله هذا أبو حسين يسمونه الحد الركباني والله سيد كل شيء بلسانك حلو الله يحفظك ان شاء الله ابو حسين يا ابو عبد القلب فدوه ثابته
اهلا وسهلا سيدنا ابو حسين. اريد مال حالفين نضل سوى.